صباح الخير عليك يا فاروق. برحب بك يا مريم، برحب بك كريم، وبرحب طبعا باستاذنا الكبير القيمه ربنا يخليك والقامه يا فاروق. العظيمه الكابتن ابو الاستاذنا الكبير استاذ جمال الزهيري، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. جميل. طبعا انت يعني مش مستني مننا اسئله، انت مستني ما شاء الله دايما عندك الاجابه الوافيه لاي سؤال قابل للطرح، فاحنا عايزين نسمع منك الجو العام عامل ازاي، ايه المستجدات في الـ في الـ في الـ في المعسكر، اكتر الامور اللي لافته للانتباه بالنسبه لك او في رايك كانت ايه؟ يعني خليني في البدايه كريم تسمح لي اشكر طبعا استاذنا الكبير استاذ جمال الزهيري على كلامه، طبعا احنا بنحاول في يعني في كل وقت وفي كل فرصه ان احنا نحط جمهور، بنحاول ان احنا نحط جمهور النادي الاهلي وندخلهم في المشهد، نوصف لهم كل التفاصيل. كلام كتير وتهديدات كتير بتتقال على السوشيال ميديا، لكن دايما بنقول ان الصراحه والمصداقيه بتكون من خلال شاشه قناه النادي الاهلي. عايز اقول لك ان الاجواء اكثر من ممتازه من زمان فعلا، بالفريق اللعيبه ما طلعتش معسكر بالروعه دي، انعكاسه على اللاعبين مردوده على اللاعبين مردوده على الجهاز الفني، ده اللي احنا لامسينه. خليني بقول لك يا كريم ان بالامس طبعا كان هناك يعني يوم راحه او جوله حره للاعبين، كل اللاعبين بالجهاز الفني طبعا يعني كان التواجد في فيينا. طبعا احنا قاعدين في مقاطعه هي مقاطعه تباد تيتزمندورف، دي بتبعد عن فيينا بساعه ونصف. كان امبارح او بالامس كانت الجوله الحره للاعبين في فيينا، يعني تقدر تقول كده زي يعني المقوله او المعتاده ليالي الانس في فيينا. امبارح يوم من اجمل الايام الاستمتاع بفيينا، الاستمتاع بكل الاماكن السياحيه في النمسا وبالتحديد فيينا. بعض اللاعبين طبعا انت عارف كريم الشوبينج طبعا واقتناء بعض الاحذيه الرياضيه، بالنسبه للحراس المرمى اقتناء القفازات طبعا هنا في النمسا، بعض اللاعبين بقى الملابس والبراندات العالميه. ده كان يعني يوم جميل. مستر كولر كان قاعد في يعني في مكان قريب جدا من يعني الشارع السياحي في فيينا، فمستر كولر طول ما هو قاعد شاف احد اللاعبين نازل بالشنط، فهذا الامر كان يعني ابتسامه مستر كولر، هو عمال يتابع اللعيبه وهو بتشتري ومبسوط بالاجواء. طبعا مستر كولر مع بالنسبه هنا للشعب النمساوي او الجماهير في النمسا او في فيينا، طبعا الجميع كان بيتسابق لالتقاط الصور التذكاريه على مع مستر كولر اللي كان طبعا بيتكلم، وقالوا له احنا متابعينك وانت بتدرب اكبر فريق في افريقيا وفي الشرق الاوسط وهو نادي القرن. بعض الناس كانت بتسال يعني مين النادي الاهلي، فاحد يعني الجماهير النمساويه قال لهم ده ريال مدريد بتاع افريقيا، فامور انطباعات. بعض طبعا الجماهير التونسيه كانت بتدور يعني قلبت الدنيا علشان تدور على علي معلول، الجماهير التونسيه او الجاليه التونسيه اللي موجوده هنا في فيينا او في النمسا، طبعا بيهمها ان هي تشوف وتقابل واحد بقيمه علي معلول. الامس كان الجوله الحره واليوم اللي يعني تقدر تقول كده اليوم الاجازه للاعبين، لكن النهارده بدأنا بقى ليالي الجد من مره ثانيه بتدريبين. التدريب الاول هينطلق منذ يعني خلال دقائق هينطلق التدريب للنادي الاهلي الصباحي، ثم هيكون الساعه 5 التدريب المسائي للاعبي النادي الاهلي. مستر كولر يعني بعد ما انتهت الجوله الحره قعد مرتب الامور بيحاول يجهز لمباراه اتحاد العاصمه. خليني اقول لك برده يا كريم ان النهارده تقدر تقول النادي الاهلي بكل افراده بكل عناصر البعثه بالكامل طبعا في التدريب. طبعا كان التدريب او التدريبين اخر تدريبين للنادي الاهلي كان اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور في يعني زياره او للدكتور كريستيان فينك يعني الطبيب النمساوي اللي كان اجرى جراحه الرباط الصليبي لاكرم توفيق وكريم فؤاد، اللي خلاص ادى الابروف وقال من النهارده يستطيع ان هم يشاركوا في المباراه. وايضا تم عرض امام عاشور لمزيد من الاطمئنان طبعا من قبل الجهاز الطبي للنادي الاهلي على امام عاشور، لكن خلاص مستر فينك يعني او الدكتور فينك تصرح للدكتور تامر ابو العنين رئيس الجهاز الطبي لو في مباراه النهارده مباراه بكره طبعا اللعيبه خلاص يعني بالنسبه لهم يقدروا يلعبوا في المباراه بشكل كامل، تبقى الامور طبعا استاذ جمال الزهيري يعني يقدر يتكلم في هذا الامر ان الامر بعد كده هيخضع للرؤيه الفنيه لمستر كولر او حاله الجاهزيه البدنيه للاعبين. طبعا يا كريم من المقرر ان هيكون في مباراه وديه للنادي الاهلي يوم الثلاثاء القادم، ودي هتبقى يعني ختام المعسكر وبروفا قويه جدا امام احد اقوى الانديه طبعا في الدوري السلوفيني. تحضيرات مستر كولر لمباراه اتحاد العاصمه بتسير بخطى اكثر من ممتازه، بيجهز كان بيتابع بعض الفيديوهات والمباريات. طبعا ياسين المكاري محضر كافه الامور لمستر كولر للوقوف على نقاط القوه والضعف في فريق اتحاد العاصمه اللي نتمنى ان شاء الله تكون بدايه الموسم ان شاء
الله مباراه السوبر امام اتحاد العاصمه باذن الله، وتكون اول بطولات النادي الاهلي هذا الموسم. كريم، مريم، انا موجود معاكم طبعا، موجود معاك استاذ جمال لو في اي استفسار او اي تساؤل. فاروق، انا كنت لسه هسالك طبعا عن المصابين، يمكن كمان كنا شايفين من خلفك تحديدا كريم فؤاد واكرم توفيق، ولكن الحقيقه انت افدتنا بكل الامور المستجده بالنسبه لهم. ولكن خليني اسالك عن فكره واقع القرعه، اكيد كنتوا بتتابعوها امبارح، وقوع النادي الاهلي مع نادي سيمبا التنزاني، ولا يمكن زي ما احنا عارفين النادي الاهلي بيركز بطوله ببطوله، بس اكيد كان هناك عدد من ردود الافعال حول يعني القرعه امبارح ووقوعنا مع نادي سيمبا التنزاني. يعني مريم، يعني على نفس السياق المصابين، قبل ما ندخل في موضوع القرعه كنا بنتكلم ايضا على المصابين. خليني اقول لك ان يعني الوحيد اللي ماشي في البرنامج التاهيلي هو بالمناسبه هو عمرو السوليه، اللي كان بدا في اخر تدريبين بالجري حول الملعب. برضه احنا بنحاول نطمن الجماهير على كل الظروف الخاصه بالفريق من الناحيه الطبيه. يتبقى عمرو السوليه اللي نتمنى له السنه طبعا ماشي في البرنامج التاهيلي، بيعمل جلسات العلاج الطبيعي طبعا برفقه الدكتور تامر ابو العينين والدكتور محمد وفاء الايمين بمجهود كبير جدا. خلال الايام القادمه ان شاء الله عمرو السوليه يكون موجود في التدريبات الجماعيه للنادي الاهلي، وان شاء الله يعني ونقول الحمد لله النادي الاهلي بدون اصابات. طبعا واقع القرعه بالامس، يعني الانطباع كان ان فريق سيمبا مش فريق سهل، هتبقى مباراه صعبه جدا، خاصه ان المباراه الاولى هتبقى مباراه الافتتاح هناك في تنزانيا. الكابتن خالد قال الفتره اللي جايه فتره صعبه جدا، يبقى عندنا تلاحم مباريات في سفريات، انت مطالب في كل مباراه في كل بطوله. اللاعبين يعني خلاص يعني مش عايزين نتكلم على المواجهه اللي بعد كده، مباراه سواء سان داونز او بيترو اتلتيكو، يعني هي مواجهه شبه محتمله مع فريق سان داونز، لكن الاهم هو مباراه سيمبا التنزاني. لكن كل اللاعبين يا مريم او المستر كولر مش عايز خالص يفتح ملف مباراه السوبر الافريقي قبل الانتهاء من مباراه اتحاد العاصمه. مستر كولر مدرب واقعي جدا، يعني بيحاول ياخد كل مرحله بالوقت بتاعها، التركيز دلوقتي على مباراه اتحاد العاصمه. يعني هو شايف ان فريق سيمبا واحد من الفرق الاقويه، يعني الفرق المرشحه ايضا، مش عايز يبقى في تهاون شويه من فريق سيمبا، هو افضل فريق بالنسبه في الاربع فرق الخاصه بالتصنيف الثاني، هو فريق سيمبا ثم فريق مازيمبي. لكن كل التركيز بينصب في الفتره الحاليه على مباراه اتحاد العاصمه اللي عايز مستر كولر يبدا بيها الموسم، ويكرر الموسم الماضي زي ما قدر يبدا الموسم ببطوله السوبر المصري امام الزمالك في ابو ظبي، كاس السوبر المصري، عايز يكرر الموسم ويبدا ببطوله السوبر الافريقي. نفس الامر ده بينعكس على اللعيبه اللي لسه منضمه للنادي الاهلي او العائده للنادي الاهلي، زي صلاح محسن، زي كريم نيدفيد، او رضا سليم، او امام عاشور، عايز يبدا مشواره مع النادي الاهلي ببطوله. لكن القرعه باجواءها بطوله مهمه جدا، اللعيبه عندها شغف انها تحقق هذه البطوله. يعني بالمناسبه يا مريم، والنقطه اللي انت اثرتيها نقطه مهمه جدا، اللي وقع على اللاعبين حتى هم في الجوله الحره بيتكلموا على البطوله، قال احنا عندنا السنه دي 8 9 بطولات، مطالبين ان احنا ناخد ال 8 9 بطولات. يعني حتى في وقت الراحه او في وقت الاجازه اللعيبه بتفكر ازاي تسعد الجمهور، ازاي تحقق متطلبات الجمهور، وهي دي السمه اللي بتميز لعيبه النادي الاهلي، واعتقد هي بتبقى افضل يعني ميراث بيسيبه لعيبه النادي الاهلي وجيل بيسلمه لبعد جيل. طبعا اعتقد بيبقى مردودها على اللاعبين، مردودها على الجماهير مهم جدا. مظبوط كلامك طبعا، وزي ما انت قلت بقى هنتناقش اكتر في كل هذه الامور ونكمل حديثنا مع الاستاذه جمال الزهري. ولكن في البدايه طبعا يعني او في نهايه كلامك يا فاروق، بنشكرك جدا ودايما متالق وبتنقل لنا كل الاحداث من معسكر النمسا لحظه بلحظه. شكرا جدا الزميل العزيز فاروق صلاح.